لمسة يد بالمناسبة، في لمسة يد، في لمسة يد، يا لها من لعبة مثيرة للجدل. لكن فيها حكم المباراة، هل هناك آل محمد مرزوق؟ ويمكن ما هو زمن مرزوق. وريتشارد الميدا قائد منتخب أذربيجان، ضرب الجزاء بالقلم اليسرى، قدم، هدف 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 لبنياس. بنياس من ضرب الجزاء يتقدم، وبنياس من ضرب الجزاء عند الآن الأفضلية في المباراة في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول. نعم، ريتشارد الميدا، ريتشارد الميدا يسجل، ومباراة ذكية تماما تعامل بها نادي بنياس في الشوط الأول من المباراة. ما شاهدنا شباب الأهلي بخطورة المعتادة، هذه ضربة الجزاء طبعا من سلطان الشامسي اصطدت في يد مرزوق، وبذكاء كبير جدا بكل سهولة يسجل ريتشارد الميدا بهذه الصورة بالقدم اليسرى، ويعلن تقدم نادي بنياس في الشوط الأول من المباراة بضربة الجزاء التي نفذت وسد بطريقة ذكية. وبالتالي سهيل النوبي، سهيل النوبي وبقية الرفاق يحتفلون، اللي ما احتفل اللي عمره 70 سنة. ليش ما احتفل؟ لأنه شاف من أهوال كرة القدم وتابع في حياته اللي عمرها الآن 70